مرحبا، اليوم راح نسوي مع بعض تخطيط شهر ديسمبر. مش مصدقة انه سنة 2022 خلصت. حسيت هاي السنة مرقت بسرعة، بس بنفس الوقت كانت جدا متعبة. ان شاء الله السنة الجاية تكون الطف منها. بالنسبة لتخطيط هذا الشهر، كنت حابة اعمل اشي خفيف ولطيف، وكنت بين فكرة اني ما اعمل اشي اساسا واخذ هذا الشهر استراحة، او اني اعمل اشي خفيف. اغلبكم اختار انه نعمل اشي خفيف، وكانت اغلب الثيمات المقترحة هي للكريسماس او للتلج، فقررت اعمل هذا الثيم. عم برسم كوخ وموجود في غابة مثلجة، ورسمت على السطح تاعه شوية تلج، وجوا المدخنة رسمت هدايا. الثيم مش كتير مرتكز على الكريسماس، بتقدروا تزيدوا العناصر اللي لها دخل بالكريسماس او تنقصوها حسب رغبتكم. لو جربتوا تشيلوا عناصر الكريسماس من هذا الثيم، رح يطلع معكم ثيم ثلجي. جنب الكوخ الصغير رسمت رجل ثلج، ورسمت كمان قطع حلوة صغيرة. بعد هيك رسمت جنبي أشجار، واستعملت 3 درجات من الأخضر، وتعمدت أني ما ألون الأشجار كلها من الداخل عشان تبين زي كأنه عليها ثلج. الألوان اللي بستعملهم هم أقلام كرايولا سوبر تيبس، وراح أترك لكم الرابط لهم في صندوق الوصف. في النهاية رسمت قطع صغيرة من التلج في كل مكان. عملت الرسمة داخل دائرة، وراح أخليها على شكل سنو جلوب، واللي هي قطعة زينة بيستعملوها في الكريسماس. رح استعمل هذا الواشي تيب في تلوين القاعدة تاعت السنو جلوب. وتحت السنو جلوب كتبت العنوان، وكالعادة خربته. ما حبيت أبدا شكل العنوان، وبالنهاية لجأت للكرافت بيبر. كل مرة بغلط فيها بالعنوان بستعمل الكرافت بيبر. رح أغطي الكتابة اللي مش عاجبتني وأحط فوقيها كتابة تانية. غلطت نفس الغلطة بشهر جانواري وصلحتها بنفس الطريقة هاي. من حسن حظي إنه الكرافت بيبر بلبق على هاي الصفحة. ما بعرف ليش، بس دايما لما أكتب لحالي بيكون خطي أرتب من لما أكتب قدام الكاميرا. وتداركا للغلطة اللي صارت قبل شوي، أضفت نجوم باللون الذهبي، ورح أستعمل هذا الواشي تيب بتزيين باقي الصفحة. وهذا الواشي تيب كمان جبته من ستيشنري بال. كلمتنا لهذا الشهر رح تكون كوزي، يعني دافي ومريح. بعد هيك رح أسوي الرزنامة الشهرية. حدكم اقترح بالتعليقات اني اعمل اجواء دافية ومدخنة، فحبيت اخذ هاي الفكرة وارسمها هون. بما انه هذا الشهر رح نقضيه بدون ما ننجز اشياء صعبة، ورح نرتاح فيه ونشعر بالدفء، فحبيت ارسم اشياء الها دخل بهذا الموضوع. فرسمت شخصية هاموستا وهي نايمة ومتغطية ببطانية، وراها رح ارسم شجرة، وبتقدروا ترسموا شجرة مزينة للكريسماس، وجنبيها رح أرسم المدخنة. وفوق الرسمة كتبت You deserve a break، يعني أنت تستحق إجازة. بما أنه هذا الشهر آخر شهر بالسنة، مش حابين نتعب حالنا بإنجازات، وحابين ناخد استراحة عشان نستعد للسنة الجديدة. الصفحة اللي بعد هيك غالبا بكتب فيها الأهداف، بس بما إنه هذا الشهر ما بدنا نعمل أهداف كبيرة، فبدل قائمة الأهداف الطويلة رح نكتب إنجازاتنا في سنة 2022. وعملت خانة صغيرة لأي أهداف صغيرة حابين نضيفوها لهذا الشهر، وخانة صغيرة لفيديوهات الشهر. وهلأ عم برسم شخصيتها مستع وهي لابسة زي بابا نويل. رح أرسمها ماسكة هدية جنب الإنجازات اللي عملتوها، عشان أذكركم إنكم تقدروا تجيبوا لحالكم هدية بمناسبة نهاية السنة واحتفالا بإنجازاتكم لهذا العام.
وفي زاوية الصفحة السفلية ضل مكان كبير، فرح أرسم بيت ثلجي مثل اللي رسمناه في الكوفر بيج، بس رح أرسمه بتفاصيل أقل. بعد هيك رح نسوي صفحة المود تراكر، ورح أعملها على شكل شجرة عملاقة، ورح أقسمها لواحد وثلاثين خط بالعرض. بعد هيك رح أكتب الأرقام من 1 لـ31، وتحتها رح يكون مفتاح المود بين الأخضر الفاتح والأخضر الغامق. حسيت الصفحة هاي كتير فاضية، فضفت عليها رسومات ثلج صغيرة. الصفحة اللي بعديها هي صفحة 2022 in emojis، وهاي صفحة طلبتوها مني في الانستغرام، وفكرتها انكم تعبروا عن كل شهر من السنة مريتوا فيه عن طريق ايموجي. يعني اذا بشهر كنتوا مبسوطين تقدروا ترسموا ايموجي مبسوط او بضحك، وبشهر كنتوا زعلانين تقدروا ترسموا ايموجي بعيط وهيك. والصفحة الاخيرة لليوم هي لكأس العالم. كتير منكم طلب مني اعمل ثيم كأس العالم، بس بصراحة ما كان عندي اي فكرة عن اي اشي ممكن اعمله، فقررت اني بدل ما اعمل ثيم كامل ممكن اعمل صفحة واحدة. بهاي الصفحة رح نكتب الافرقة المفضلة عنا، وهون رسمت 3 أعلام فاضية، وانتو بترسموا جواتهم العلم حسب فريقكم المفضل. الافرقة المفضلة عندي واللي بشجعها هو البرازيل والسعودية وتونس واليابان. مش راح أخلي حدا يعتب علي، بشجعهم كلهم. وتحت الأعلام رسمت شخصيتها مستا وهي لابسة ملابس المشجعين. وبعد هيك راح أعمل قائمة تحطوا فيها المباريات اللي بدكم تحضروها، سميتها matches to watch. ويمكن مش كتير واضح بالتصوير، بس درجة اللون الأحمر اللي بستعملها هون غير عن اللي استعملتها قبل. اخترت درجة أقرب لعلم قطر، فاللون مش أحمر 100%، هو أحمر على خمري. هون راح ندون المباريات اللي بدنا نحضرها، فهون عليكم إنكم تلونوا علم كل فريق راح يشارك في المباراة، وفي المربع الأحمر تكتبوا نتيجة المباراة. والخانة الأخيرة راح تكون للميموريز أو الذكريات، فكتبت كلمة ميموريز ورسمت علم قطر، وتحتها راح أرسم تلفزيون عليه كرة قدم. وهون بتكتبوا ذكرياتكم لكأس العالم، مع مين حضرتوها، وأبرز الذكريات زي إذا فريقكم فاز أو خسر. الصفحة الأخيرة هي تخطيط أسبوعي لأول 3 أسابيع في الشهر. وهيك بنكون خلصنا شهر ديسمبر، وكمان خلصنا تخطيط عام كامل. أتمنى تيم يكون عجبكم واستمتعتوا بالفيديو، ولو أنتم من الناس اللي خططوا معي كل أشهر السنة احكولي بالتعليقات، لأنه رح أكون كتير مبسوطة. كمان إذا ملاحظين زدت شوية واشي تيب تحت العناوين، عجبني شكله فحبيت إني أخليه. بتمنى هذا ديسمبر يكون لطيف وسعيد عليكم كلكم، وكل عام وانتو بخير بمناسبة السنة الجديدة. لا تنسوا تبعتوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام او الفيسبوك، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.